عدنا إليكم من جديد مشاهدينا، ونرحب مجددا بالدكتور عماد محسن المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في قطاع غزة. بنرحب بك في البداية دكتور. أهلا بك وبالسادة المشاهدين. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني خلينا نبدأ في البداية بالتطورات التي تحدث الآن من خلال كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي ألقاها منذ قليل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي دعا فيها إلى انتخابات عامة فور عودته من الأمم المتحدة، انتخابات عامة في قطاع غزة والضفة وأيضا القدس. يعني أنتم كتيار إصلاح ديمقراطي في قطاع غزة، كيف تنظرون إلى هذه الدعوة وكيف تقيمونها؟ أولا هذا ما طلبنا به على الدوام، إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات مجلس وطني فلسطيني متزامنة وفي يوم واحد. هكذا نعيد الأمانة إلى الشعب الفلسطيني لكي يختار ممثليه الذين سيقومون لاحقا بإنهاء كل تفاصيل الانقسام السياسي البغيض. لكننا سمعنا مرارا وتكرارا على مدى السنوات الماضية دعوات مشابهة. الآن نريد أن يتحول هذا الحديث السياسي المقالي إلى وقائع سياسية على الأرض من خلال إجراءات ومراسيم وقرارات تفضي إلى ذهاب الناخبين الفلسطينيين إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس ومجلس تشريعي ومجلس وطني. طيب هو أيضا دعا من خلال خطابه إلى رقابة دولية على هذه الانتخابات، هل تعتقد أن هذه الرقابة تؤكد على النوايا الصادقة فيما يتعلق بتطبيق هذا الأمر على أرض الواقع؟ هو جرت العادة كلما تجري انتخابات عامة فلسطينية، سواء الانتخابات التشريعية الأولى عام 1996 أو الانتخابات التشريعية الثانية عام 2006، في المرتين كان هناك رقابة دولية. ما الذي يمنع أن تكون هناك رقابة دولية على الانتخابات القادمة؟ إذا كان الحديث يتعلق بالشفافية والنزاهة، أعتقد أن لدى الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية المختصة بشؤون الانتخابات كل الإمكانات التي تضمن نزاهة العملية الانتخابية. المهم أن نقوم بهذه العملية، المهم أن يمنح الشباب الفلسطيني الحق في اختيار ممثليهم. اليوم في فلسطين شبان أعمارهم تقريبا 28 أو 29 عام، ربما البعض وصل 30 سنة، لم يمارس قط في حياته حقه في الانتخابات، سواء انتخابات تشريعية أو رئاسية أو مجلس وطني أو حتى على مستوى البلديات أو المحليات. طيب دكتور عماد، يعني أيضا هو تحدث عن هذه الانتخابات في قطاع غزة وفي الضفة وأيضا في مدينة القدس. السؤال هنا، هل يحكم الرئيس الفلسطيني قبضته بالفعل على مدينة القدس التي تتعرض للتهويد بشكل يومي حتى يدعو فيها لعملية انتخابية بالشكل الصحيح؟ القدس في الواقع تستحق ما هو أكثر من خطاب من على منبر الأمم المتحدة. القضية ليست أن تقول أن القدس هي عاصمة فلسطين الأبدية. الحقيقة أنك يجب أن تقول للناس، للدنيا كلها، ما الذي فعلته أنت من أجل أن تكون هذه القدس عاصمة أبدية للشعب الفلسطيني. في الحقيقة أن القدس ما تزال مدينة تحت الاحتلال، تتعرض لأشكال متعددة من التعذيب اليومي لمواطنيها والتنكيل بهم ومحاولات تهويد المدينة ومصادرة هويات المواطنين فيها ومصادرة الأراضي واقتحام البيوت واقتحامات يومية لمسجد الأقصى المبارك. لكن في المرتين السابقتين اللتين جرت فيهما انتخابات تشريعية فلسطينية، كان سكان القدس الفلسطينية يمارسون حقهم في انتخاب أو اختيار ممثليهم للمجلس التشريعي. الآن المطلوب إن كان هناك جدية حقيقية وصادقة في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في يوم واحد، أن نذهب إلى هذا المجتمع الدولي الذي ينادي بالحريات وينادي بالديمقراطية، ونقول له هذا فلسطيني يعيش في مدينة تحت الاحتلال يرغب باختيار ممثليه في المجلس التشريعي وفي المجلس الوطني، ما الذي يحول دون ذلك سوى وجود آخر احتلال عدواني استيطاني على وجه هذه الأرض، وهو الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. طيب أيضا من ضمن البنود التي تحدث عنها الرئيس الفلسطيني اليوم من خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه تحدث عن أنه إذا ما أقدمت إسرائيل على ضم غور الأردن وشمال البحر الميت سنوقف المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي. يعني كأننا نسمع هذا الخطاب مرة أخرى بطريقة متكررة في كل مرة، يعني ما الذي يجعل هذا الأمر يمكن تحقيقه هذه المرة؟
أولا لا يوجد عملية سياسية ولا يوجد عملية تفاوضية، والنظام السياسي الفلسطيني أصلا مشلول وعاجز بفعل يعني القرارات التي حل بها الرئيس المجلس التشريعي وهدم السلطة القضائية عندما جعل كل السلطان القضائي في يده، وهو يحتكر بطبيعة الحال السلطة التنفيذية. المشكلة الآن ليست فقط في هدم هذا النظام ولا في وقف المفاوضات، أنت تهدد بوقف مفاوضات هي أصلا متوقفة منذ سنوات، والذي لا يريد لها أن تستمر ليس أنت، في الواقع أن الجانب الإسرائيلي هو الجانب أو الطرف المعطل لإجراء هذه الانتخابات. المسألة الثانية وهي مهمة للغاية يجب أن يعرفها كل الرأي العام العربي، أن الفلسطينيين والإسرائيليين تفاوضوا على كل شيء على مدار أكثر من 25 عام من المفاوضات، منذ مدريد مرورا بواشنطن ثم أوسلو ثم طابة ثم عشرات البلدان في العالم التي استضافت مفاوضات إسرائيلية فلسطينية، لم يبقوا شاردة أو واردة إلا وناقشوها. الآن جاء وقت أن يقول المجتمع الدولي بصوت واحد ما الذي ينبغي عمله تجاه كل هؤلاء الملايين من الفلسطينيين الذين يعيشون على أرض وطنهم الذي عاشوا عليهم وأجدادهم على مدى آلاف السنين. الشعب الفلسطيني يريد حقه في تقرير المصير، إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من حزيران عام 67 غير منقوصة شبر واحد، وحل عدل لقضية اللاجئين، وما دون ذلك لا أمن ولا سلامة ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط إلى الأبد. طب دكتور عماد، أيضا يعني فيما يتعلق بالتحرك العربي في الأمم المتحدة وما يجب على العرب فعله فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، يعني الرئيس السيسي تحدث عن إجراءات جريئة لابد أن يقوم بها المجتمع الدولي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وإيجاد حلول لهذه القضية، كيف تنظر إلى الدور الذي يجب أن تقوم بها الدول العربية في مخاطبة الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية القضية الفلسطينية؟ أولا الرأي العام الفلسطيني استقبل بكثير من الإيجابية وكثير من التقدير هذا الموقف التقليدي الذي تعبر عنه العظيمة مصر في كل مرة يقف فيها رؤساء مصر على منابر الأمم المتحدة وغيرها من محافل العالم. مصر على الدوام كانت لصيق بالقضية الفلسطينية مدافعا ومنافحا ومساندا وداعما. الآن الخطوة المتقدمة أكثر أن دولة بحجم مصر ووزنها الإقليمي العظيم والمهم للغاية تقول للمجتمع الدولي آن الأوان أن تنتقلوا إلى الفصل السابع من الميثاق، أن تقولوا لآخر احتلال في هذه الدنيا أن توقف، هذه الخطوة الجريئة، أن تقولوا أن فلسطين دولة تحت الاحتلال، أن تمنحوا فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة، أن تقولوا للإسرائيليين أنكم لا يمكن أن تنعموا بمستقبل على هذه الأرض طالما بقي الفلسطيني بلا أمن وبلا مستقبل. هذه هي الخطوات الجريئة. نعول كثيرا على دور مصر ونعول على قيادتها للأمة العربية. سمعنا مواقف مقدرة من إخواننا القادة العرب والرؤساء العرب على مدى يعني أيام انعقاد هذه الدورة الأمم المتحدة، لكن باستمرار كنا نقول مصر بخير، القضية الفلسطينية بخير، مصر تقف سدا منيعا في وجه المؤامرة، إذن القضية الفلسطينية في مأمن من محاولات التغول عليها، وكلنا يعرف أن هناك محاولات حقيقية وجادة للتغول على الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، سواء بصفقة ترامب أو ما يعتزم الإسرائيليون القيام به من مخططات تنهك وتجهز للأبد على خيار أو حل الدولتين وتجهض فكرة بناء مستقبل الإنسان الفلسطيني على الأرض الفلسطينية. طيب ونحن نتحدث عن دور المجتمع الدولي الذي تمثل الولايات المتحدة الأمريكية قائدة له ورائدة لهذا المجتمع، يعني كان هناك خطاب أيضا للرئيس دونالد ترامب تحدث فيه عن كل ما يهم الولايات المتحدة من قضايا، والغريب أنه لم ينطق بكلمة أو حرف عن القضية الفلسطينية، يعني كيف يمكن مواجهة هذا التجاهل الأمريكي للقضية الفلسطينية، وهل تعتقد أن هذا التجاهل هو ناتج عن عمد أو غير عمد؟ لا، بالتأكيد أن الذي يكتب خطاب الرئيس الأمريكي هو مؤسسة متكاملة ومتعددة الأركان وفيها عشرات ربما مئات المستشارين، وبالطبع
في الماضي كان كل الرؤساء الأمريكان يخصصون جزءا من خطابهم، جزء مهم وأساسي وذو مغزى من خطابهم لقضايا الشرق الأوسط، وكانوا يتوقفون دوما عند الملف الإسرائيلي الفلسطيني. وكانت هناك مقاربات من أكثر من إدارة أمريكية لجهة الحل، أبرزها محاولات بيل كلينتون الرئيس الأمريكي الأسبق. لكن على ما يبدو أن هذه الإدارة التي يعني يشكل اليهود أو اللوبي المنتمي والمنحاز لإسرائيل جل أركانها، تجاهلت عن عمد أكثر من مرة القضية الفلسطينية. لم يعودوا يتحدثوا عن دولة فلسطينية، لم يعودوا يتحدثوا عن قدس عاصمة لدولتين، الآن طالبوا بشطب أونروا أو وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وأوقفوا كل أشكال الدعم عنها. الآن يؤيدون على لسان السفير فريدمان سفير الولايات المتحدة الأمريكية في إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية. إذن هو أعلن خطابا معاديا للشعب الفلسطيني ومعاديا للحقوق التي كفلتها الشرعية الدولية والقانون الدولي والأمم المتحدة منذ نشأة هذه المنظمة الدولية وقرارها الشهير رقم 181 في 29 نوفمبر تشرين الثاني عام 1947. تجاهل كل هذه القرارات دفعة واحدة لمصلحة أن يمرر للإسرائيليين كل ما يريدونه على الأرض الفلسطينية. يعني دكتور عماد، أنت تعتقد أن مسألة التعويل على الولايات المتحدة كوسيط نزيه فيما يتعلق القضية الفلسطينية أصبح أمرا مستحيلا، أصبح من الماضي بالنسبة للشعب الفلسطيني؟ وبديل ذلك يعني أسبق سؤالك، هو صلابة الموقف الفلسطيني، صلابة الجبهة الداخلية الفلسطينية، الوحدة الوطنية الفلسطينية والتضامن العربي. إن كان الفلسطينيون على كلمة واحدة، على برنامج واحد يمثل الحد الأدنى من أمانهم بغض النظر عن أهوائهم أو عن مواقفهم السياسية أو الأيديولوجية، وكان هناك تضامن عربي حقيقي وجاد مع الفلسطينيين نصرة لقضيتهم، ثم استقطاب كل الأنصار في العالم وأحرار هذا العالم لجهة يعني تمتين وتصليب هذا الموقف الفلسطيني، لن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية ولا غيرها أن يفعلوا شيئا. بالمناسبة هذه ليست المرة الأولى التي تأتي فيها إدارة أمريكية معادية كل المعاداة لحقوق الشعب الفلسطيني. في الماضي جون فوستر دالاس وزير الخارجية الأمريكي الأسبق في أوائل ستينيات القرن العشرين قال أن الفلسطينيين كبارهم سيموتون وصغرهم سينسون، ثم تنتهي القضية الفلسطينية إلى الأبد، ثم نشأ جيل ثالث من الفلسطينيين استطاع أن ينهض بانتفاضة الحجارة، واستطاع أن يؤسس السلطة الوطنية الفلسطينية وأن يصبح دولة غير عضو في الأمم المتحدة. والجيل القادم من الفلسطينيين سينهض بأعباء النضال الفلسطيني حتى يتحقق لشعبنا حلمه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته وعاصمتها القدس. طيب دكتور عماد، أيضا من ضمن الأشياء الجوهرية التي يمكن أن تقضي على التدخلات الخارجية فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، التدخلات غير النزيهة بالتأكيد التي نتحدث عنها، هو مسألة طي في مرحلة الانقسام ما بين الفصائل الفلسطينية. يعني الورقة السياسية التي أسمتها الفصائل الفلسطينية الثمانية من أجل الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، كيف تبعت هذا الأمر؟ إحنا كنا نؤيد كتيار إصلاح ديمقراطي في حركة فتح يقود النائب محمد دحلان، قلنا على الدوام أننا نمد أيدينا لكل جهد فلسطيني من شأنه أن يعيدنا إلى مربع الوحدة الوطنية الفلسطينية وأن ينهي هذا الانقسام البغيض. بل ذهبنا أبعد من ذلك، عندما قلنا إن كان وجود هذا التيار عقبة في طريق الأطراف نحو الحرية نحو المصالحة ونحو التوحد، مستعدون أن نتراجع 1000 خطوة إلى الوراء. نحن ندعم ونؤيد ونساند كل جهد وطني فلسطيني من شأنه أن يعيد وحدة النظام السياسي الفلسطيني، الغلاف القضائي والتشريعي الفلسطيني، وأن يحيى الفلسطينيون في الضفة الغربية في قطاع غزة في القدس وفي الشتات على يعني منهج واحد وعلى لغة واحدة وعلى خطاب واحد يذهبون به إلى الدنيا كلها دفاعا عن حقوقهم وعن ثوابتهم. طب دكتور عماد، أيضا البعض يرى أن السبيل لإنهاء مسألة الانقسام ما بين الفصائل الفلسطينية هو سيكون عن طريق الغضب الشعبي في النهاية ضد طرفي الانقسام. إلى أي مدى تتفق مع هذا الطرح؟ الغضب الشعبي إلى أين سيودي بنا؟
يودي بنا مرة أخرى أن نجدد مشاهد الاقتتال الداخلي في الشوارع الفلسطينية. هذه الأرض شبعت من دماء الشهداء، من عذابات الأسرى والجرحى والمعذبين وهموم اللاجئين في مخيماتهم. ورأينا اقتتالا فلسطينيا أدمى وأوجع قلوبنا حتى يومنا هذا. نريد أن ننزل إلى الشوارع حتى نواجه من؟ نواجه القبضة الأمنية والعسكرية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة. الأصل في الأشياء أن تذهب هذه الفصائل جميعا إلى الشارع الفلسطيني، بدلا من أن تطالبوا بالخروج إلى الشارع. والله وحده يعلم ما الذي يمكن أن يحدث في الشارع عندما يخرج. يعني يجب على الفصائل الفلسطينية تحلوا بمسؤولياتكم. تحلوا بمسؤولياتكم. هذه الفصائل الفلسطينية تمثل هذا الجمهور الفلسطيني. اجلسوا إلى طاولة واحدة برعاية الشقيقة الكبرى مصر هنا في قاهرة المعز، تعالوا في عاصمة العروبة وعاصمة القومية العربية، اجلسوها هنا، ناقشوا كل قضاياكم، اغلقوا على أنفسكم الأبواب. يوم اثنين ثلاثة في النهاية ستخرج لنا وثيقة من 10 أو 5 بنود نقول فيها أن خارطة الطريق الفلسطينية من أجل استعادة النظام السياسي الفلسطيني لوحدته واستعادة الوحدة الترابية في الأراضي الفلسطينية واستعادة المشروع الوطني الفلسطيني لزخمه تبدأ بواحد اثنين ثلاثة أربعة، وستجد الشعب الفلسطيني عن بكرة أبيه يخرج مباركا ومؤيدا وداعما ومساندا لهذا الاتفاق. طب دكتور عماد، ونحن نتحدث أيضا عن المصالحة الفلسطينية، يعني برأيك من المستفيد ومن يعطل هذه العملية ويريد أن يبقي على الانقسام ما بين الفصائل الفلسطينية؟ أطراف عدة للأسف. في الداخل بعض المنتفعين من استمرار هذا الانقسام، أو بعض من يعتقدون أن فرصهم في المستقبل السياسي يمكن أن تكون أقرب في حال وجود الانقسام الفلسطيني عبر سياسة التعيين أو التوريث. وأطراف إقليمية للأسف الشديد تعطي الفلسطينيين من طرف اللسان حلاوة ثم تروغ منهم كما يروغ الثعلب، وتريد على الدوام أن ترى المشهد الفلسطيني مشهدا منقسما. رأينا جهودا صادقة وأمينة قامت بها الشقيقة مصر في أكتوبر من العام 2017 عندما جاءت بكل القوى الفلسطينية إلى هنا إلى القاهرة، ووقعوا برعاية وزارة المخابرات المصرية اتفاقا يعني لإنجاز هذه الوحدة. لكن هذه الأطراف الشريرة التي لا تريد خيرا للشعب الفلسطيني غذت المزيد من الانقسامات، وغذت بعض الشخصيات المنتفعة من استمرار هذا الانقسام، وفي نهاية الأمر لم نتمكن من تطبيق هذا الاتفاق الذي جرى توقيعه في القاهرة على أرض الواقع. وها نحن يعني مر عامان على إنجاز هذا الاتفاق دون أن يحدث شيء على أرض الواقع. نريد هذه المرة أن نرى الفصائل الفلسطينية مسؤولة وجادة، وتقف وتقول بكل جرأة للشعب الفلسطيني من هي الجهة التي تعطل إنجاز الوحدة والذهاب إلى صناديق الاقتراع. عندها الشعب الفلسطيني سيعرف من الغيور على مصالحه ومن الذي يريده أن يئن تحت وطأة الوجع كل هذه السنوات. طيب إذا ما ذهبنا إلى تصريحات نيكولاي ملادينوف التي أكد فيها أن الأمم المتحدة تدعم جهود مصر في إتمام المصالحة الفلسطينية، يعني كيف تنظر إلى هذه التصريحات وانعكاساتها على القضية الفلسطينية؟ هذه مقاربة مهمة للغاية. يعني ميلادونوف عمل في السنة الأخيرة فقط في الجهد الإغاثي، الجهد الذي أو الجهد الذي يجنب شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ويلات المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي. لكن كنا على الدوام نقول بأن القضية الفلسطينية ليست قضية فقط يعني إنعاش أو إغاثة، هي قضية سياسية بامتياز، هي قضية تستحق أن يلتفت لها العالم عبر بوابة الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. والأهم من ذلك، وهذه مقاربة مهمة للغاية، هذه نعول عليها في فلسطين كثيرا، أنه إذا كان هذا الطرف الدولي يرى أن بوابة الدخول إلى مصالحة وطنية شاملة تمر عبر مصر، إذن المسألة في أمان. الخطورة دائما تبدأ من العواصم إذا تجاوزنا القاهرة. هنا يعني هنا يقلق الإنسان الفلسطيني، ويحق له أن يقلق على مستقبل على حاضره وعلى مستقبل أبنائه. لكن طالما أن كانت البوابة هي القاهرة وتقدير للجهد المصري في إنجاز هذه المصالحة ودعوة لمصر، أقول بلسان حال كل أبناء الشعب الفلسطيني الذين يرغبون برؤية مستقبل آمن لأطفالهم في فلسطين، نطالب
جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل أركان الدولة المصرية أن يبذلوا كل جهد ممكن من أجل إزاحة هذه المعاناة عن كاهل أبناء الشعب الفلسطيني الذين يئنون تحت وطأة الانقسام. طيب إذا ما تحدثنا عن الوضع الإنساني داخل قطاع غزة وما يعانيه سكان القطاع، يعني كيف تنظر إلى هذا الوضع ومن هو المسؤول عن حلحلة هذا الوضع فيما يتعلق بسكان قطاع غزة؟ جئت للتو من قطاع غزة، أهديك وأهدي الجمهور والشعب المصري العظيم يعني تحيات الأهل في قطاع غزة، وأقول لك باختصار شديد الوضع الإنساني في قطاع غزة كارثي، المعطيات كذلك كارثية، المعاناة في كل أشكال الحياة، في الكهرباء، في المياه، في البنية التحتية، في البحر، في التربة، في حياة الإنسان، في صحته، في تعليمه، كل مفردات الحياة الإنسانية تعاني وتنزف وتئن في قطاع غزة. الفقر المدقع بلغ مداه، نحن نتحدث عن أرقام قياسية، البطالة في صفوف الشباب والخريجين نتحدث كذلك عن أرقام قياسية، الآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على الكارثة الاقتصادية خطيرة للغاية، الجميع ليسوا في مأمن من استمرار هذا الوضع الإنساني يعني الذي يعني ينبغي أن يتوقف عنده الضمير الإنساني. لا نعول على من يحاصرنا من الشرق ومن الشمال ومن البحر، العين طيلة الوقت في قطاع غزة على الرئة التي تنفس منها الفلسطينيون على مر التاريخ، جمهورية مصر العربية، تعويل على الشقيقة الكبرى مصر، على جهود الدولة المصرية والأجهزة السيادية المصرية والوزارات المصرية والشعب المصري العظيم في أن يمد يد المساعدة للأهل في قطاع غزة. نقدر عاليا الجهد السياسي الذي تبذل القيادة المصرية، ونعول كذلك على جهد آخر مطلوب من الدولة المصرية، هذا واجب الأخ الكبير تجاه شقيقه الصغير، أن نمد اليد لأبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. هذه غزة التي تشعر طيلة الوقت بمسؤولية مصر ودورها عنها، وهذه مسؤولية جدلية في التاريخ، وهي مسؤولية كانت حاضرة على الدوام على مر عصور العلاقة التي امتزجت فيها دماء الفلسطينيين والمصريين في أكثر مواجهة مع الاحتلال، في 48، في 56، في 67، في حرب الاستنزاف، في حرب أكتوبر المجيدة في 73. كلنا نعول مرة أخرى على دور مصر في إنقاذ الإنسان الفلسطيني والمشهد الفلسطيني والجغرافيا الفلسطينية من الآثار الكارثية التي تنتظرها إذا استمر واقع الحال على ما هو عليه. طيب دكتور عماد، أيضا إذا ما ذهبنا إلى الانتخابات الإسرائيلية وما أفرزته وانعكاساتها على الداخل الفلسطيني، يعني هل تعتقد أنه بنيامين نتنياهو قادر على تشكيل الحكومة الإسرائيلية فيما هو قادم من الأيام، أم أننا ربما نشهد انتخابات ثالثة في إسرائيل في غضون سنة واحدة؟ لا أعتقد ولا أتوقع أن تحدث انتخابات إسرائيلية ثالثة، أظن أنهم سيذهبون باتجاه التحالفات، لكن ينبغي علينا أن نعرف أن هذا الطائر الإسرائيلي يطير منذ أكثر من 20 عام بجناحين من اليمين، لا يوجد يسار ويمين في إسرائيل. نعم. إذن الحديث عن أطراف في غالبيتهم الساحقة، إذا ما استثنينا يعني من ما تبقى من اليسار الإسرائيلي والقائمة العربية، في يعني الفلسطينيون الذين يقيمون في الأراضي المحتلة أو يعيشون على أرضهم المحتلة عام 1948، باستثناء هؤلاء كل هذه الأغلبية الساحقة لا ترى في حل الدولتين حلا، ولا ترى في إمكانية يعني العودة إلى خيار السلام المبني على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. في النهاية يذهب نتنياهو إلى ليبرمان، تفرض القواعد على جينتس وعلى نتنياهو أن يلتقيا. أيا كان شكل الحكومة الإسرائيلية القادمة، الشعب الفلسطيني يعرف تماما
أنه ذاهب إلى مواجهة معها، ويعرف أنه لن يقتنص ولن ينتزع منها حقه في الحرية والاستقلال، وأننا من أجل ذلك قلنا تصليب الجدار الفلسطيني والجبهة الفلسطينية وتمتين وتعزيز العلاقة مع الأمة العربية من أجل معركة قادمة لا محالة مع هذا الكيان المحتل الذي لا يريد للشعب الفلسطيني أن ينعم بحقه في الحرية والاستقلال. طب دكتور عماد، في سؤال أخير، يعني ما هي الفرصة المناسبة من أجل طي صفحة الانقسام الأسود وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والفئوية؟ خارطة رددها على الدوام النائب محمد دحلان، وخطب في 7 يناير عام 2017 خطاب أسميناه خطاب الإنقاذ الوطني. ومؤخرا في شهر يناير الماضي بعد أن اجتمعت قيادة التيار السياسية قالت بالحرف الواحد: نريد انتخابات عامة تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، نريد اجتماع للأمناء العامون للفصائل والأحزاب الفلسطينية حبذا لو كان في القاهرة من أجل الاتفاق على برنامج جامع يمثل طموحات وتطلعات الشعب الفلسطيني، نريد إعادة إحياء منظمة التحرير الفلسطينية وتعزيز شرعيتها وتمتين مؤسساتها عبر إصلاحها من الداخل وإصلاح بنيتها، وإعادة هذا الإصلاح لا يمر إلا عبر بوابة لقاء الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وقبل كل ذلك الالتفات إلى الشباب الفلسطيني الذي يدفع أثمان باهظة للغاية. شباب فلسطيني درس في الجامعات بعدما استنزف كل ما ادخره الأهل حتى يتمكن من الحصول على الشهادة الجامعية، ثم ها هو يئن تحت وطأة البطالة منذ أكثر من 13 عاما. آن الأوان أن نفتح لهؤلاء الشبان أفقا وأن نبني لهم أملا ومستقبلا. نعم دكتور عماد محسن، المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في قطاع غزة، بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا في خلال هذه الحلقة. عفوا. شكرا لك. إذن مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة لهذا الأسبوع، على وعد بلقاء آخر. تقبلوا تحياتي وإلى اللقاء.